الحقيقة قمة القاهرة للسلام أكدت أن مصر قادرة على جمع قادة العالم في مؤتمر واحد وفي قمة واحدة من خلال عمل دبلوماسي لا ينقطع، من خلال عمل سياسي وإيصال رسالة مهمة جدا للعالم أن مصر تقف دائما مع القضية الفلسطينية وترفض وتدين أي تصعيد في قطاع غزة، التزام تاريخي تجاه القضية الفلسطينية، رفض الانتهاكات وجرائم الاحتلال اللي احنا بنشوفها يوم بعد يوم بحق الشعب الفلسطيني. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن تقييم الموقف الفلسطيني الحالي، دور مصر الدبلوماسي في حل القضية الفلسطينية على مر التاريخ. معانا عبر زوم السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير سعادة السفير، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذة منى، صباح الخير يا أستاذ محمد، جمهور المشاهدين. أهلا وسهلا سعادة السفير، تقييم حضرتك للموقف الحالي للقضية الفلسطينية، إيه اللي بيحصل في ظل القصف المستمر على قطاع غزة واستهداف المدنيين؟ طبعا إحنا بنمر بواحدة من أصعب إن لم تكن أصعب مراحل النضال الفلسطيني، والضغوط الشديدة الواقعة على المنطقة بسبب الجرائم الوحشية التي ترتكب أمام أعيننا يوميا منذ 7 أكتوبر الماضي، وشكلت مصر منذ البداية يعني حائط الصد الأول على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وما بذلته من طاقات لاحتواء الموقف قدر الإمكان وإطلاق كما حدد السيد الرئيس في كلمته أمام قمة السلام منذ يومين السبت الماضي، خريطة طريق محددة المعالم تبدأ بالإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية الدائمة والمستدامة، والانتقال بعد ذلك لوقف القصف الإسرائيلي الجنائي وغير المبرر والعنيف على قطاع غزة، والذي ستحاكم عليه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة حتما أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام محكمة التاريخ. أيضا حدد السيد الرئيس ضرورة إطلاق عملية سلام جادة ومسؤولة تقود إلى حل الدولتين، 4 أركان رئيسية بالإضافة للموقف المصري الصارم لوقف عملية التهجير القسري التي كانت تدبر ولا زالت التي كانت تدبر بشأن القطاع. حقيقة يعني مصر لم تألو جهدا لاحتواء الموقف، لأنه يصيبنا أيضا ولأنه يرتبط بالشعب الذي ارتبطنا عبر تاريخنا به وهو الشعب الفلسطيني. قصة نضال يعني دي أحدى صفحاتها وليس صفحتها الأخيرة، فنحن لا نواجه فيها أو الفلسطينيون لا يواجهون فيها إسرائيل وحدها، ولكن يواجهون أيضا تواطؤ أمريكي وانحياز غربي شاهدناه جميعا، ولكن على القوى الإقليمية المسؤولة وعلى رأسها مصر بذل كل ما تستطيع من مساعي، لأن إقليم الشرق الأوسط لا يخص إسرائيل وحدها وحلفائها، بل نحن أصحابه ونحن المسؤولين عن أمنه وسلامته، وعليه أعتقد أنه من الآن فصاعدا حتى لو تم تسوية الوضع الراهن وتهدئة الأوضاع أن لا ندع القضية الفلسطينية دون حل. لابد من أن تتواصل الدبلوماسيات العربية والدولية من أجل التوصل لآلية لحل الدولتين، والأهم أيضا بذل الجهود لوضع إطار للتعامل مع المشهد في قطاع غزة حتى لا تنفجر الأوضاع من آن لآخر كما حدث في 2008 و2012 و2014، حتى وصلنا لخمس جولات من العنف التي راح ضحيتها الكثيرين من أبناء قطاع غزة ومن أبنائنا الفلسطينيين في الضفة. وعليه لابد من إيجاد أفق سياسي يسمح بالخروج من هذا المأزق التاريخي الذي نجم عن تعنت إسرائيلي وتواطؤ دولي وعدم قدرة مؤسسات المجتمع الدولي كمجلس الأمن والأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها في حفظ السلم والامن. سعادة السفير، في هذه النقطة تحديدا أهمية طبعا فتح افق سياسي جديد وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي، الرئيس السيسي كان ليه موقف ثابت وواضح ومباشر خلال كلمته في افتتاح قمة السلام بالقاهرة،
وموقف معبر الحقيقة عن إرادة الشعب المصري بكل أطيافه لما أكد أنه لا نية لتصفية القضية الفلسطينية ولن يحدث ذلك على أي حال من الأحوال على حساب مصر، لن يحدث ذلك أبدا، وكررها أكثر من مرة. سيناريو أو فكرة التي تصدر من وقت لآخر من بعض الأطراف بالتهجير والوطن البديل وغيره، كان الرئيس واضح جدا أهمية إرسال هذه الرسالة وتفاعل الأطراف الإقليمية والدولية معها. هم رددوا كثيرا يعني أنه يمكن الدفع بالهجرة القسرية في مقابل أن تحصل مصر على أموال أو في مقابل آخر، لكن في جميع الأحوال منذ بداية التعامل مع المشهد ومصر تضع هذا الأمر في خط أحمر، وعندما أكد السيد الرئيس أن هذا لن يحدث أبدا، تصفية القضية الفلسطينية ولن يحدث على حساب مصر، أمر واضح وقاطع وصريح، وتذهب فيه مصر لأبعد مدى، يعني أيا كان المشهد ستقف مصر من أجل بقاء وأبناؤنا في غزة أيضا. يعني تأكد رئيس محمود عباس عندما اختتم حديثه في قمة القاهرة لن أرحل ثلاث مرات، أبناؤنا في غزة سيعيشون بين أنقاض منازلهم عن أن يغادروا لتيه جديد أو لنكبة جديدة. أظن أن المشهد أيضا من الناحية الجيوبوليتيكية لا ينظر لموضوع التهجير من الزاوية الإنسانية، هي كلها أمور تخطط لخدمة مصالح إسرائيل. ولما لا نعيش في بلدنا؟ يعني غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما لا توافق إسرائيل على منحهم وطنهم المستحق؟ وكانت هناك أطروحات عديدة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكانت هناك اتفاقات عديدة نقضتها الحكومات الإسرائيلية بشكل متكرر، كنا لدينا اتفاقية أوسلو ولا بد من إحيائها، كان لدينا واي بلانتيشن واتفاق القاهرة والعديد من الاتفاقيات التي كان من الممكن لو وقفت إسرائيل بإيجابية أمامها لكنا قد وصلنا الآن إلى الحل. ولكن حكومة عقب أخرى تنقض ما تعاقدت عليه الحكومات السابقة، وهو أمر طبعا لابد أن يحاسبها عليه المجتمع الدولي، لا أن يقبل سياسة العنف الذي سنصطدم به حتى لو تم في هذه المرحلة القضاء على مقاومة، ما ستنشأ مقاومات أخرى لأن لم نتعامل مع المشهد بقواعده وأسسه الأخلاقية والسياسية والدبلوماسية، وتركنا شعبا تحت الضغط. حتى أن زعيم المعارضة الإسرائيلية اتهم نتنياهو وحكومته خلال العام الماضي كله بممارسات أدت لانفجار الوضع على النحو الذي نشهده، لم تكن إسرائيل قوة احتلال فقط ولكن قوة احتلال غاصبة ومستفزة للداخل الفلسطيني بالقتل عن عمد واقتحام القرى والمدن الفلسطينية في الضفة والقطاع، وكذلك إطلاق جحافل المستوطنين ليمارسوا غيهم على أبناء شعبنا المدني الأعزل في الضفة. طيب الضفة فيها السيد محمود عباس ومنظمة التحرير وليس بها حماس، ماذا يفعلون؟ يقتحمون يوميا ويقتلون يوميا. طيب لا حل للقضية الفلسطينية وصولا للسلام إلا عن طريق حل الدولتين ووقف التصعيد والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، إيه دور الدبلوماسية المصرية في تأكيد هذا الموقف وفي إعادة طرحه من جديد؟ أظن في اجتماع القاهرة كانت الجلسة الأولى تعبيرا دوليا جماعيا عن الالتزام بحل الدولتين، لم تخرج كلمة واحدة إلا وأكدت حل الدولتين، سواء كنا نتحدث عن المتحدثين العرب أو الأوروبيين، الكل يتحدث أو الأسيويين، الكل يتحدث عن حل الدولتين. إذن واجبنا في المرحلة القادمة، وهذا ما ستسعى إليه الدبلوماسية المصرية، هي إيجاد الآليات التي من شأنها الوصول إلى حل الدولتين. يعني لابد من أن يكون هناك تصور كيف سيتم التعامل مع قطاع غزة، ماذا عن إشراف دولي يقود إلى استفتاء يؤدي إلى حق تقرير المصير وتنشأ الدولة الفلسطينية لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. أظن أن إسرائيل لابد أيضا أن تقرر الرأي العام الإسرائيلي، أظن أدرك بشكل واضح وصريح أن القوة لن تأتي له إلا بوبال من القوى المضادة، وعليه أن يدرك أن مفهوم الأمن
لا يتحقق بالقوة. وأظن أول من سيدفع الأثمان وستسقط عنه الأقنعة الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، والتي وعدت شعبها بالأمن ولم توفي، وأهانت جيشها وأهانت شعبها بالممارسات أيضا التي تمارسها حتى اليوم عبر 15 يوم من القصف ضد المدنيين. هي أيضا ترتكب جريمة حرب، وتثبت أن استخدام المفرط للقوة هو أحد دلالات ضعف هذه الدولة وهذه الحكومة. تمام. وعلى الرأي العام الإسرائيلي الذي كان ناهضا ربما لأسباب أخرى ضد هذه الحكومة أن ينهض مجددا ليسقطها. وأظن الحديث الآن عن تآلف جديد يمكنه أن وده يكون أكثر اقترابا لعملية السلام. واحنا بنتابع التظاهرات طبعا داخل تل ابيب العاصمه الاسرائيليه يوم بعد يوم بتزيد ضد حكومه نتنياهو. حابب اعرف تقييم حضرتك للمواقف الدوليه ومواقف المجتمع الدولي، يعني حتى هذه اللحظه مجلس الامن الدولي فشل في تمرير قرار فقط بوقف اطلاق النار، يعني تم افشال القرار الروسي او مشروع القرار الروسي ومشروع القرار البرازيلي. المظلة الأهم مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن لا تدين إسرائيل، وهناك مشروع أمريكي يتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ده المشروع اللي بتطرحه الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تقيم ذلك ومواقف الأطراف الدولية مما يحدث في غزة؟ يعني بكل تأكيد في الأيام الأولى شاهدنا وكان ربما منطقيا هذا الدعم الذي تلقته إسرائيل، ولكن بعد أيام بدأت المواقف الرسمية تتحرك بشكل يعني أكثر إيجابية، لا أقول إيجابي ولكن أكثر قربا للإيجابية. وكذلك الشارع الأوروبي والأمريكي وحتى داخل إسرائيل بدأ يتحرك، لأنها جريمة نكراء ترتكب أمام أعيننا ولسنا في حاجة لإثباتها. يعني من صحيح. اليوم الأول اللي قررت إسرائيل أن تقصف المدنيين في غزة، لا تحارب حماس، حماس تحت الأرض، هي تقصف المدنيين عن عمد، فهي جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي الإنساني ومكانها في المحكمة الجنائية الدولية. وأعتقد أن الغرب عليه أن يستخلص الدروس. أظن كان في أيضا يعني ورغم أن الحديث عن المؤامرات يعني أمر مرافق لأوضاعنا في الشرق الأوسط دائما، ولكن يعني أعتقد موضوع الترحيل القسري هو أمر كان مدرج ضمن مخططات هذا المشهد، وأعتقد أفشلته مصر كما سنسعى عفوا مع أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي الذين أتوا لاجتماع القاهرة للسلام ليثبتوا التزامهم بحل الدولتين. إذن علينا أن نستوعب هذا الانحياز الذي كان قائما في الأيام الأولى لموقف أقرب إلى الحقيقة في الأيام التالية، ولكن حتى الآن علينا أن ندرك أن جهودنا الدبلوماسية يجب أن تتكثف وبدون توقف، لأن الآن لا يمكن ترك القضية الفلسطينية على ما كانت عليه قبل أحداث غزة، وإلا العنف سيتولى عنه عنف مضاد وسنظل في هذه الدائرة المغلقة. لمن هم أصدقاء إسرائيل؟ أنا أوجه يعني هذا النداء حتى أن من يدعون أنهم أصدقاء إسرائيل عليهم أن يحموها من نفسها، من صحيح. تطرفها، من حكوماتها اليمينية. من قضى على أوسلو في الأيام التالية لوصول اليمين المتطرف سواء في أمريكا أو في إسرائيل؟ هم. وكانت حتى المشروعات الأوروبية التي أقيمت في قطاع غزة والضفة تحت القصف الإسرائيلي ولم يتحرك أحد. المجتمع الدولي محتاج صحوة الضمير لن تتأتى إلا بالتفاعل الدبلوماسي والاتصالات واستخدام الضغوط المتاحة. يعني إذا كانت هناك دولة رئيسية ستطبع، لا تطبع وتضغط في هذا الاتجاه. إذا كنا نتعامل مع الغرب بأريحية وحرية، لا نقيد هذا التعامل، لأننا أدركنا أن لابد من البحث عن مؤسسات تمويل أكثر موضوعية، لابد من البحث عن أصدقاء هم متاحون على الساحة الدولية ونتعايش ونتعامل معهم أكثر، نقلل هذا الاعتماد المطلق على الولايات المتحدة والغرب. وأنا أؤكد لك أن يعني جزء رئيسي من هذا الصراع مرتبط بالسياسة الكونية للولايات المتحدة. إذا كان الصراع عربي إسرائيلي أتصور أننا كنا قد توصلنا لحل، ولكن توظيف الدور الإسرائيلي دوما لإرهاق المنطقة واستغلال مواردها
وكذلك اللجوء إلى واشنطن كلما ظهرت الحاجة. لا، لابد أن نبحث عن أدوات ومعادلة جديدة للتعامل الدولي يكون أساسها البحث عن أصدقاء جدد، التفاعل الإيجابي مع الأصدقاء في أوروبا، ودفع الأمور داخل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة كما الأواني المستطرقة، يعني لابد أن تتحرك على كافة الجبهات وفي كل الأماكن حتى يكون لك لوبي مؤثر يمكن أن يغير الواقع والقرار في واشنطن. أنا أظن أننا أمام مرحلة تحتاج رؤية شاملة وتحتاج تحركات من نوع جديد، وأظن أن ترك القضية الفلسطينية بدون حل سينفجر. حتى موضوع التهجير، يعني إذا كانوا هذه المرة سيتوقفون، من أدراد المرة القادمة والمرة التالية؟ مصر لديها مشروع تنموي عملاق يخصها، وإذا ما استقرت الأوضاع ونجحت مصر في برنامجها الذي يعني حاز على احترام وتقدير العالم أجمع، ونسعى يوما بعد يوم للبناء، أن نوقف دعاة الهند، أن نوقف الأسباب التي يمكن أن تجعل هذه المنطقة مضطربة. لابد أن نبحث عن آلية للتعاون مع الأشقاء في المنطقة العربية والأصدقاء في أوروبا، وأن نبحث عن المشتركات. يعني كل الوفود التي شاركت في القاهرة أول أمس يوم السبت كانت تتحدث بلغة واحدة عن السلام القائم على العدل وحل الدولتين. لابد أن نبني في هذا الاتجاه. كل الشكر ليك السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، حدثتنا عن قمة القاهرة الدولية 2023 وحقيقة الوضع العالمي والدولي والتوجه العالمي والدولي لما يحدث في غزة أو قطاع غزة والقصف العدواني الآثم اللي بتقوم به الكيان الصهيوني أو إسرائيل. الحقيقة صوت غزة دايما هيكون مسموع، وصوت الحق ما بيغيبش أبدا، صوت فلسطين دايما موجود وحاضر بقوة.